قال مصدر مسؤول أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورغم أزمته الصحية وأزمة الكركرات رفض المساس بالتعاملات التجارية مع المغرب فيمكن أن تكون الوضعية خطيرة لكن النزول عن الخط الحالي للتعاملات التجاريه يجعل بلدينا في حاله حرب وهو ما لا اتصوره يعلق المصدر نقلا عن الرئيس الجزائري الذي تواجهه رغبه من محيطه في المزيد من الاستثمار لحمايه مصالح مقربيه خوفا من اي تطور دراماتيكي